يسعد اوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا. اهلا وسهلا فيكم في طله جديده وامسي جديده، دائما بصحبه شركه عمر بريك التجاريه لضيافه ملكيه القهوه المميزه، المكسرات الطازجه واليوميه، بالاضافه الشوكولاته المحليه والعالميه. ولا تنسوا شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد القادم، دائما مع مؤسسه او شركه عمر بريك التجاريه لضيافه ملكيه الافضل والاسعار. لا تنسوا العروض اليوميه والاسبوعيه والشهريه والسنويه. تعالوا معنا بالجوله الحلوه من وراء الكاميرا براء عمر خباب الاسمر، ومني انا منتصر علاني. مع شركة عمر بريك التجارية في نابلس شارع رفيديا مقابل سوبر ماركت المتميزون. اهلا وسهلا. شو ابو ايش انت؟ ابو العبد. ابو العبد، اذا بتجاوب على سؤال تاخذ هديتك مباشرة. حبيبي ابو العبد تفضل. اسمع ركز معي بس. فضل. ركز معي. تفضل. هذا لغز شخص من التجار، ان اقتلعت عينه طار، اذا قلعت عينه بطير. شو فيش خيارات؟ مينو؟ فيش خيارات. ما هو لغز. لغز؟ اذا اقتلعت عينه، اذا اقتلعت عينه طار. يا سلام. من هو؟ شو يا ستي؟ مش عارفة. مش عارفة. من هو؟ شخص من التجار. اعطينا اشي رؤوس اكلام. ما في لغز. لغز لغز يا جماعة، لغز مع بريك، احلى بريك في الدنيا. شو يا ستي؟ دليتوا لسه؟ عيدوا عيدوا. عيدوا. شخص من التجار ان اقتلعت عينه طار، مين هو؟ لا عارفة؟ طيب اشكرك، تعالي نشوف. استنى شوي، احنا مع شركة عمر بريك التجارية لضيافة ملكية، مكسرات قهوة وشوكولاتات عالمية. شو اسمك؟ أورينا صفري. من وين أورينا؟ عريف. عريف. نشوف العرفية ظلت ساكتة وساكتة، بدي اشوف بدها تعرف ولا لا، لأنه أبو العبد والست ما عرفوا. تعال نشوف العرفية. شخص من التجار إن اقتلعت عينه طار، من هو؟ طار. ايش؟ عطار. سمعت؟ العطار. قيم العين بطير، صح؟ طيب هاي إلك من شركة عمر بريك شارع رفيدة مقابل سوبر ماركت. شو بتحكي له؟ رمضان كريم ويسلموا، كل عام وانتم بخير. جربت من عندهم؟ طبعا. كيف شو رايك؟ ما شاء الله بضاعت. شكرا لك، كل عام وانتم بخير. مع شركة عمر بريك التجارية شارع رفيدة مقابل سوبر ماركت المتميزون. إذا بتجاوب تأخذ هديتك مباشرة، أوكي؟ على راسي. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، من هو القائل؟ محمود درويش. محمود المتنبي. محمود مين؟ درويش. محمود درويش؟ المتنبي. المتنبي محمود درويش. مين كمان؟ بدي اضل معك اليوم عشان كل كل الشعراء. ولا ابو العتاهي. ولا حدا. ولا حدا. طب جوز انت عنان. طيب اشكرك، كل عام وانتم بخير. تعالوا معنا، تعالوا معنا نشوف مين. مرحبا. تعال هون. تعالوا. شو اسمك؟ عبد الله لامي. عبد الله؟ عبد الله لامي. اهلا وسهلا فيك. من وين؟ سكاكا سلفيت. سكاكا سلفيت، اهلا وسهلا فيك. احنا مع مؤسسة عمر بريك التجارية. طيب حياك الله. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، مين القائل؟ أبو البقاء الرندي. سمعت؟ سمعت؟ أبو البقاء الرندي. تكملتها هي الأيام كما شاهدتها دوان، فإن سرته زبن سأد، فإن أنا ما أعرفهاش يعني، بكملهاش. طيب مبروك عليك. زمن سأد وأزمانه. أزمانه، صح. هاي من شركة عمر بريك التجاري شارع رفيدة مقابل سوبر ماركت المتميز. تعطيها تاخذها هديتك. حياك الله. الله يبارك فيهم. شكرا لك، كل عام وانتم بخير. الله اكرم. تعالوا معنا بهالاجواء الرمضانية الحلوة. مع شركة عمر بريك التجارية اللي بتجاوب على سؤال تاخذ هديتك. شو اسمك؟ كاظم حسيبة. كاظم حسيبة. كاظم حسيبة، أكيد راح يحسبها 100% ما دام حسيبة. حاسبة. إيه. كاظم، ما الاسم الحقيقي للمتنبي؟ والله ما بعرف، حقك علي. والله ما بعرف. شو يا صبايا؟ كيفك؟ بتطلع على جوجل؟ نعم. لا بالليفوني برين. لا لا لا. شو اسمك؟
ملاك. من وين يا ملاك؟ من الناصرة. ناصرة أهلا وسهلا فيكم. مش كيف نابلس؟ متجنن. كيف الأجواء عندنا؟ جنن. حلو كتير. حلو طيب. احنا مع شركة عمر بريك بتجاوب على السؤال بتروح تجيب هدية كنتي في نابلس. أوكي؟ ماشي. ملاك غيرنا للسؤال. غيروه؟ طيب من صاحب قصيدة البردة؟ يلا هاي واحد غير. شو من صاحب؟ من صاحب؟ أنا ما بدي لها. شو؟ شو؟ والله ما بعرف. إيش؟ صاحب مين؟ صاحب قصيدة البردة. بشار بن. بشار بن برد؟ لا. البوصيري؟ لا ولا البوصيري. ولا حسان. ولا أحمد شوقي. ولا أحمد شوقي. شو؟ من هيك عم تدور؟ شو طيب خليك شو؟ شو هو؟ ايش؟ كعب بن زهير. كعب بن زهير؟ شو؟ كعب بن زهير. طيب كعب بن زهير، كعب بن زهير الشاعر صاحب قصيدة البردة. طيب تعرفي رفيديا؟ رفيديا ماشي على شارع رفيديا مقابل سوبر ماركت المتميزون في مؤسسة عمر بريك، تعطيهم هاي تاخذ هديتي. يسلموا كثير. رمضان كريم للجميع. الله يسعدكم. شكرا لك. شركة عمر بريك التجارية للضيافة الملكية، المكسرات الطازجة والقهوة اليومية، وبالإضافة إلى مين الشوكولاتات، ولا تنسوا العيد، مستلزمات العيد عند شركة عمر بريك التجارية للضيافة الملكية. أشكركم على وجودكم معنا مشاهدينا ومتابعينا، إفطارا هنيئا صوما مقبولا وتقبل الله الطاعات. شكرا لبراء عمر خباب الأسمر، ومني أنا منتصر هاني، دائما شركة عمر بريك التجارية للضيافة الملكية. إلى اللقاء.